جمهور كرة الطائرة وليس هناك كرة قدم، فكرة الطائرة هي هي المكان. اللعبة الأولى لديهم، لذلك توقفت المباراة بسبب تدفق الجماهير لكن الغفيرة. الشرطة ماذا جرى له حتى يعود إلى القلب وهو كان أحد الفرق القوية في ذلك؟ الإعداد والعملية الحصول على مواهب جديدة وفئة الناشئين ضعيفة، لذلك مركز أمانة قاعدة العاصمة الشباب ضعيفة جدا. مركز أمانة العاصمة الذي أسسه الاتحاد لكرة الطائرة قدم لهذا الفريق تقريبا لاعبين، وسنقدم ريبورتاج عن هذا المركز الحلقة القادمة في إن شاء الله. الحلقة القادمة إن شاء لكن الله. كان هناك فريق في أهل الحديد، في أهل صنعاء، كان في فريق في الوحدة، فريق في 22 مايو، أين هذه الفرق التي كانت تعتبر من أقوى الفرق في كرة الطائرة؟ الإهمال لهذه في الفرق، الإدارات أهل صنعاء فريقه هبط بطريقة دراماتيكية بطريقة عجيبة وتوالت حتى النتائج. لاعبيه صرحوا بأنه لا وجود للأهلي في الطائرة في الموسم القادم، وفعلا لأنه لا يوجد لاعبين كرة الطائرة في إهمال الوحدة في لعبة عن 22 لعبة مايو، لذلك ولكن مركز أمانة العاصمة قدم لبعض الأندية لبعض لاعبين. الأندية لاعبين، وقدم عرض لنادي 22 مايو بأننا سنؤهل لكم مجموعة لاعبين فريق متكامل وأنتم تقومون عليكم رعايتهم رعاية هذا وتقديم. الفريق. هناك مشكلة أنه اللاعب عندما يحس أن لاعب في كرة القدم يعطى أفضلية، يعطى مميزات في ملاعب الطائرة أو السلة أو لعب آخر في تنس الطاولة، يجد أن العطاءات أو المميزات أقل تذهب بكثير. للاعبي كرة القدم. الأندية لا تهتم بلعبة كرة الطائرة بالتحديد، لا تهتم بلعبة كرة الطائرة، رغم وجود ولا الصالات تبحث عن المغلقة. نعم ولا تبحث عن اللاعبين الصغار ولا تؤهلهم، لذلك اللعبة تعتمد على عمل الاتحاد وتوسعه من خلال المراكز في عموم محافظات الجمهورية. كيف كانت المباراة؟ المباراة كانت حماسية وحلوة، كانت المباراة وفيها نوع من الحماس وفيها نوع من الإخفاق. توقعتم الفوز على الشرطة، خاصة الشرطة أنه معروف ب توقعنا قال الشرطة في ضعف في عناصر غايبة، أما الحمد لله نحن توفقنا، خلينا نحن نوع التحماس الإرهاق سحبوا علينا شوي. كيف تتوقع القادم إن شاء الله يكون حسن؟ القادم يكون البطولة، أملنا في البطولة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الفضائية اليمنية، والله الشباب ما قصروا، بذلوا جهود قصدهم وما قصروا. كيف تتوقع القادم يكون التحسين؟ والله ان شاء الله مباراه، يعني كل مباراه مباراه يعني ان شاء الله. استعدادنا كان مبكر ومعانا شباب، طبعا احنا كنا طامحين في البطوله الدوري الماضي، ولكن استعدينا مبكر لاي فعلا ان احنا نكون في هذا الدوري في هذا الموسم، يعني نمثل نادي الاتحاد خير تمثيل، ونحن نطمح فعلا ان شاء الله الى البطوله، ونتمنى للشباب هؤلاء اللي شفتوهم انهم ربنا يوازنهم. وعندنا نحن طبعا في خطتنا عندنا لاعب محترف بيصل بكره باذن الله، اللي هو اللاعب ديفيد كلابا توماس من جمهوريه السودان الشقيق، وهذا اللاعب سوف يعطي دفعه قويه وحماس وانجاز للفريق بشكل عام. يعني في هذا الموسم عينكم على البطوله ان شاء الله، نقول ان شاء الله لكل ميت نصيب. اما جدول المباريات في الاسبوع حالي وهو دور الذهاب الأسبوع الرابع ستكون كالتالي: الأربعاء اليوم يلتقي الشعلة مع الصقر في عدن، والميناء يستضيف أهلي الغيل في عدن أيضا، الخميس سيئون يستضيف شباب القطن في سيئون، وأهلي الحديدة يستضيف الشرطة في الحديدة، أما يوم الجمعة فاتحاد سيئون يقابل هلال السويري في سيئون. إذا تابعنا مباراة الطائرة والجدول، وهناك كنا سنفتح ملف كرة القدم، ولكن نعتذر للجمهور الكريم بأننا لم نتعامل مع كرة القدم من الآن وصاعدا، والسبب يعود لاتحاد كرة القدم الذي وصل به إلى أن يطرد كاميرا الفضائية قناة اليمن من أن تغطي الدوري. كنا نقدم خدمة لكرة القدم، لاتحاد كرة القدم من كل ملاعب الجمهورية، فإذا باتحاد كرة القدم يقول لسنا بحاجتكم وارحلوا عن ملاعبنا، والسبب يعود أنه عقد اتفاقية مع الجزيرة آسف مع السعيدة لأنه الدوري الإسباني أي الدوري اليمني آسف، ولهذا فأن المباراة مهمة فلا داعي أن نتابعها فأصبحت مشفرة. هكذا يتعامل اتحاد كرة القدم بتعالي، يتعامل وكأنه يوازي الدوري الألماني أو الإسباني أو الإيطالي، مع أن الكل يعرف أن المباريات
لا زالت دون المستوى، ولهذا